بداية انطباعاتك وأنت اليوم تكرم في مهرجان الدوحة السادس الدولي للأفلام الوثائقية، ما هو شعورك؟ أنا مبسوط كثير بالتكريم. المهرجان هو مهرجان قيم ومرموق، هذا المهرجان هو مهرجان جيد، يدعوني التكريم بهذا المهرجان إلى يحفزني ويقويني. فعلا الضربة التي قد لا تصيب تزيد الإنسان قوة. أستاذ أسامة، بعد الإصابة كيف كنت تشعر؟ هل فكرت أنك يوم ما ستترك التصوير أم أنك ستستمر؟ لا، لم أفكر في يوم أنني سأترك التصوير، كان القرار من البداية بالاستمرار مهما كانت ما دام في لسه عندي القدرة أن أصور حضر بخبرتك الطويلة في العمل في التصوير، ما هي أكثر المشاهد المؤثرة التي أثرت فيك كثيرا؟ المشاهد الأطفال الضحايا أكثر مشاهد مؤلمة. وما هي أقرب الصور إلى قلبك؟ هل هناك صورة قريبة؟ كل الصور قريبة إلى قلبي. كلمة أخيرة تقولها للشباب العربي؟ الشباب العربي بتمنى لهم التوفيق، بتمنى لهم يستمروا بالعمل، أتمنى للمصورين الشباب كل النجاح، إنه ما ييأسوا ويكملوا الطريق. شكرا جزيلا.